يا بابلو انت ازاي عايز تروح وانت عامل كده؟ لازم اتجه، مش هسيب امي بطولها. خلاص يبقى انا جايه معاك. ازمني هنا عشان لو رجعوا تكلميني. لا مستحيل، انا رجلي على رجلك، مش هسيبك لوحدك. لو عايزه تساعديني بجد اسمعي كلامي. يا بابلو علشان خاطري، عشان خاطري والنبي. عطيه، ايه اللي عمل فيكي كده؟ الحمد لله انك بخير. عطيه، عطيه هي مين دي يا بابلو؟ دي واحدة من اللي شغالين معايا. في ستات بيشتغلوا معاك؟ هي دي بس. مش معنى دي؟ بنت كفاءة وبتخلص في مصلحة. مش غريبة بس إنها تكون بتموت وجاية تطمن عليك؟ شوية يا ندى، خليني أشوف هعمل إيه. طب وش معنى هي اللي فضلت معاك وكل الرجالة سابوك؟ مش دي حاجة غريبة برضو؟ وهتلاقيها غريبة أكتر لما تعرف إنها خطيبة عبودة. لما كان هو اللي بعتها. لا مش محتاج يعمل كده، دي جايه من ورا علم. بقول لك يا بابلو، البنت دي لو حصل لها اي حاجه هنا هتجيب لك مصيبه. المشكله اني لازم اتحرك دلوقتي. انت بتهزر يا بابلو؟ هتسيبني معاها وهي عامله كده؟ هتكلم مين؟ لازم اجيب لها دكتور. اه دكتور احمد. مفيش الباب غير لما تعرفي مين اللي بره. ده اكيد الدكتور احمد. محدش عارف. طيب خدي حل ده معاكي. ايه؟ مش بتعرف تضربي نور؟ لا اخاف استعمله غلط اعور نفسي. لو استنيتيني اقعد. افتحي. حاضر. ايوه مين؟ مين؟ انا دكتور احمد. انت اتاخرت قوي يا دكتور. معلش عبال ما عرفت اخلع من المستشفى كان عندي نبطشيه. طب اتفضل يلا بسرعه. وريني كده. نبضها ضعيف جدا. انا لازم اكلم الاسعاف، لازم تتنقل المستشفى حالا. هو لازم حكايه الاسعاف دي؟ اه طبعا، بقول لك حالتها خطيره. طب ما ينفعش نوديها بعربيتي؟ اه طبعا، ما انتوا ما يفرقش معاك وحياة الناس. قصدك ايه انتوا؟ مش قصدي حاجة. لا تقصد، انت من ساعة ما دخلت شكلك عايز تقول حاجة. لو قصدك بابلو فأكيد حياتها هتهمه، غير كده ما كانش اتصل بيك، بس لو قصدك حد تاني يا ريت لو تقولي قبل ما تجمعني معاه. يا سلام، يعني انت مش عارفة انا قصدي ايه؟ يا ريت لو توضح كلامك.